يشارك وزير الموارد المائية والري هاني سويلم في فعاليات الأسبوع العالمي للمياه بالعاصمة السويدية ستوكهولم، حيث شارك سويلم في الجلسة الافتتاحية للأسبوع، ومن المقرر مشاركته في عدد من الجلسات والفعاليات المهمة. وعقد لقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بدول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية. وأكد أهمية مشاركة مصر في تلك الفعاليات لعرض التجارب الناجحة لإدارة المياه بكفاءة في مصر، والتأكيد على العلاقة بين المياه والمناخ على المستوى العالمي.